في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة، أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة ووزير الطيران ووزير السياحة للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي. وقد أوضحت الوزيرة أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بعدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على البي سي آر على شهادة تفيد بالخلو من فيروس كورونا. أعلن للعالم كله انتهاء لقاحات وتطعيم 100% من العاملين في القطاع السياحي والأنشطة المساعدة لي زي السفاري والغوص والبازارات بنسبة 100% في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.